طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا. نبدأها بالعناوين. مجلس الوزراء يتدارس مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية. محافظ عدن يطلع على سير العمل في مشروع غرفة العمليات المشتركة بإدارة شرطة العاصمة. لقاء موسع يستعرض التطورات العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي. مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين مكتبي وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت. عقب زيارته لمدينة سيئون، نادي القضاة الجنوبي يصف تحركات الموساي بأن مستفزة.